بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لو حضرتك مشجع قديم لتوتنهام وتسبير فانت عارف كويس جدا البوكسنج دي، اسامي البوكسنج دي توتنهام وتسبير بيعاني فيها قد ايه، لان توتنهام عنده 12 13 لعيب من فتره طويله، فانك تلعب ب 12 13 لعيب سبت وثلاث او حد واربع الموضوع بيكون مرهق جدا جدا على الفرقه وبيكون مرهق على اللعيبه، ودي ازمه في توتنهام بقى لها فتره طويله. فما بالك بقى لما تيجي انت النهارده مع مدير فني زي انطونيو كونتي بال 3 4 3 بيلعب قدام فرقه زي ساوثهامبتون، رالف هازنهاتر بيلعب بال 5 3 2، بتلاقي ان انت عندك مشكله كبيره جدا وهي غياب جيفاني لوسانسيو. ومعنى ان غياب جيفاني لوسانسيو انك للاسف الشديد هتضطر تعتمد على ديلي الي ان هو يصنع لعب الهاري كين وصول، ودي ماساه بجد، دي ماساه يا باشا. انا نفسي افهم بصراحه ايه هي اكبر مميزات ديلي الي كلاعب كوره. ديلي الي كان بيقدم مواسم كويسه، بس الكلام ده من 3 4 سنين، بس مش دلوقتي خالص. ديلي الي صعب انك تبدا بيه اساسي، وصعب انك تحطه كتغيير. ديلي الي لعيب مش مفيد لتوتنهام اطلاقا، ولا لعيب ليه اي ميزات انا قادر اشوفه بصراحه، دي وجهه نظر انا. فشايف ان ديلي الي صعب ان هو يصنع لعب السون او يصنع لعب الهاري كين في مباراه مفترض ان هي على الورقه هتكون مقفوله، فالموضوع بالنسبه لك هيكون صعب، خصوصا ان هاري وينكس وهولبرج ما عندهمش النزعه والزيادات الهجوميه كتير. حتى هولبرج لما بيحاول وبيقدر يعمل حاجات قليله، ان هو بيعمل باص، بيحاول ان هو على قد ما يقدر يشوط مره من 50 مره. هاري وينكس بيأدي دوره على اكمل وجه، بس الراجل ما بيعرفش يعمل ادوار هجوميه. فانت عندك مشكله، الاثنين الديفندرات في الثلاثه 4 3 بتاعتك اللي هم هاري وينكس وجنبيه هولبرك عندهم مشاكل في الادوار الهجوميه. والناحيه الثانيه مفترض ان ديلي الي هو اللي يصنع لك لعب، بس ديلي الي مفترض يعني ان هو بيلعب هو وسون تحت هاري كين. بس احنا كده كده عارفين ان ديلي الي لا هيلعب في ال 4 3 2 1 جناح، ولا يلعب صانع، ولا يلعب اي حاجه. فالزيادات كلها تكون منتظره هجوميا من ايمرسون ومن سيرجيو بلون، هم اللي يعملوا لك الفرق، وهم اللي يقدروا يصنعوا لك الشكل الهجومي بالنسبه للفريق. بس انت تقعد تبص كده، لا لا، جيمس وورد براون على طول قبل المباراه ما نقعد نفكر، راينا ان الراجل عامل تصويبه جميله جدا جدا تسكن شبكه هوجو لوريس، علشان نقعد نبص توتنهام 35 دقيقه في الملعب مالوش اي ملامح. سون بس بيحاول ان هو يستغل سرعاته، سون بيقدر ان هو يلبس محمد ساسولو انذار تاني في طرد، في ضربه جزاء خش يا هاري كين سجل هدف التعادل، هاري كين بيخش سجل هدف التعادل. يلا يا جماعه بقى في شوط تاني اهو، نفوق بقى مع بعض كده علشان في شوط تاني ساوثهامبتون هتلعب ب 10، مفترض ان احنا ننزل نحط عليهم. ما هي دي المشكله بقى، ان ساوثهامبتون رجع تراجع وتوتنهام بقى معاه الكوره. واحنا بنتكلم وبنهاتم من الصبح ان توتنهام هيبقى معاه الكوره، محدش بيقدر يبقى عنده حلول. حلولك في سرعات الهجمات المرتده اللي تتمثل في لعيبه عندك يمتلكوا سرعه زي هاري كين، زي لوكاس مورا، زي سون. فانت يعني كان عندك معاناه غير طبيعيه. طبعا هو نزل طلع ديلي الي، طبعا قرر ان هو هينزل لوكاس مورا. لا، اول تغيير كان دوغيرتي مكانه سيرجيو بيلون، بعد كده نزل لوكاس مورا مكان ديلي الي، وبراين جيل مكان ايمرسون رويال. للامانه براين جيل الوقت اللي نزله كان افضل بكتير جدا من ديلي الي، تحس ولد صغير ولد شاب بس عنده جراءه، بيعرف يعدي واحد على واحد، يقدر ان هو يخترق، يقدر ان هو يروح من الطرف اليمين للطرف الشمال. فبراين جيل النهارده قدم وقت افضل بكتير من اللي ديلي الي كان موجود فيه اساسي. ديلي الي ان هو مفترض ان هو يقدم لك الفرق، ديلي الي ما قدرش ان هو يقدم الفرق، غير اساسا تحكيم. انا وجهه نظري ان الكوره ما فيهاش اوفسايد. انا وجهه نظري يعني انت حاسبين اوفسايد على دراع هاري كين، هو الدراع ده مش المفروض ان هو ما بيتحسبش، اشمعنى يعني مع هاري كين جاي يتحسب؟ وبعدين الكره الثانيه على فكره بتاع بن فوستر هو اللي طالع غلط، مش دوهيرتي هو اللي دايس فيه. فانا شايف ان توتنهام اتظلم في جون وافترض ان هو يتحسب، وفي كمان ضربه جزاء، وفي هدف تسلل، في هدفين حرفيا، هدفين شفت ان توتنهام اتظلم وفيهم تحكيمين. بس تقعد تقول لي لا التحكيم، اسال جمهور ارسنال التحكيم هيرد عليك يقول لك التحكيم عامل ازاي بالنسبه للفرق اللي هي مش قويه اعلاميا. توتنهام وارسنال ما بقوش اقوياء اعلاميا، فالموضوع ان هم يطالبوا بحقهم في الدوري الانجليزي حاجه بقت صعبه. فالتحكيم سيء، التحكيم سيء، بيجي على فرق ضعيفه، بيجي على فرق ضعيفه. هو ده وجهه نظري. اما ان انا اقعد البس كونتي، لا، هي اللعيبه اخرها كده، وهي اللعيبه ما يقدرش ان هو يلعب بيهم سبت وثلاث مع بعض، الموضوع هيكون مرهق بالنسبه لهم جدا. وهو ده بصراحه انك تيجي في اسبوع سبت وثلاث وتعمل فيه اربع نقاط وما تخسرش، برضه فرزه كنت فرزه كنت فرزه كنت. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش ففرزه كنت برضه، في الحالتين فرزه كنت. معلش يعني انا جاي تبع كنت، لا مش جاي تبع كنت، انا بتابع توتنهام بقالي فتره ده. ويمكن من اكتر الفيديوهات اللي كان بيجيب عندي زمان مشاهدات فيديوهات توتنهام، بس الحمد لله تقريبا كده يوتيوب بطل يطعم او بطل يوصل جمهور توتنهام للقناه، مش عارف ليه.